خطبة ابتداء الخلق واختيار الرسل وبعثتهم هي أولى الخطب في كتاب نهج البلاغة، ابتدأها الإمام عليه السلام بذكر الخلق والخليقة، وتحتوي على مجموعة من الموضوعات أبرزها خلق العالم، خلق السماوات والأرض، خلق الملائكة، خلق آدم. إضافة إلى ذلك ذكر فيها عليه السلام اختيار الأنبياء، المبعث النبوي، القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وختمها بذكر الحج.